السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الجو رايق ومرتب ومتكتك، واني في مدينة اسمها واتفورد. واتفورد هاي يا سيدي سكنت فيها 5 سنين، لجل هيك بحب اجي عليها. اليوم الحرارة نار 12 درجة مئوية، مليح 12 درجة مئوية شيء كويس. بحب هون واتفورد، منطقة يعني مدينة عريقة وقديمة بس بنفس الوقت حديثة وما فيهاش التعقيدات زي جوية لندن. بس أنا حبيت أعطيك خطفة سريعة هون عن مدينة واتفورد الغالية علي. ما بشجع واتفورد كشو اسمه كفريق كرة قدم، بشجع ليفربول أبو صلاح، أما كواتفورد كمدينة بحبها، والناس اللي فيها طيبين وكويسين شرواكو ومتعددين الجنسيات، وشغلة لايقة كويسة ومطاعم كويسة والتسوق فيها مليح ولايق ومرتب وكل شيء يعني مهندس زي ما تقول، مهندس مهندس، هاي هي الكلمة اللايقة. الناس شوفوني قاعد بحكي بقول ما له بحكي مع حاله مزبوط، بقول ما له محمد انجد وبدنا نكمل عاد. يلا يا قولوا بسم الله. يا اخي المطعم اللي تعود عليه تظل تحب تاكل عنده. انا يعني بحب اكل هنا تساوي. يا اخي هاي القهوه مثلا بجوز من 2009 وانا باجي بشرب يعني قهوه، لما باجي على واتفورد ما بجيش الا على القهوه هاي، وبفضل الاقي نفس الطاوله، هاي الطاوله نفسها من 2009 وانا بقعد عليها. اذا لقيت طاوله فاضيه ثانيه عادي يعني، بس بتضايق شوي. انتوا زيي يعني بتتعلقوا بالاماكن يعني بتحس السلافي هيك فيها نوع من مش عارف شو، يعني بجوز نوع من الولاء والانتماء. والله اللي بيجي بناته ويسمي ولاء وانتماء زي ما بقول لك وبلاش، انا ما اعطيك الاسامي ضوض بلاش. هاي هون بالبوسوات بالشوبك سنتر يعني، او مركز التسوق، مركز التسوق دعوات فرد. كل سنه بيطلع احسن من سنه، كل سنه بصير احسن من سنه. اشتغل شغل 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 مرتب مش حي الله. المهم يا سيدي خلاصته، سبحان الله الإنسان بتعلق بالمكان وبتعلق بالأشخاص. المكان اللي بتحبه بتتعلق فيه، والأشخاص اللي بتحبهم بتتعلق فيهم. سبحان الله حتى مسألة الأشخاص بتلاقيك يعني وانت صغير كان في زلمة يعني يحبك، يعطيك حلو، يعطيك شوكولاتة، يعطيك قرشين مصاري ويحكي معاك كويس ما يأذيك. بتكبر بتصير زلمة عمرك 50 سنة وبعدك بتحترمه وبتحبه سبحان الله. والمكان اللي عشت فيه وارتحت فيه حتى لو فترة بسيطة بتحبه، خلاص قلبك بتعلق فيه سبحان الله. هيك البني آدم، هيك البني آدم. ولذلك أنا بقول شغلة الأولاد الصغار بالذات ديروا بالكوا عليهم يا عمي. الأولاد الصغار أهم إشي، الإشي اللي بتعودوا عليه بصغرهم أو بحسوا فيه بيظل معاهم على كبرهم. إذا آذيته مستحيل يرضى عنك الولد الصغير، بس يكبر بتذكر
حتى لو صرت معامليحة كبر بتضلها بقلبه ومش مرتاح لها. وإذا درت بالك عليه وزغوانت عليه وما أذيتوش ولعبته وأعطيته شوكولاتة ومن هالسوالف فاي بتذكر. ترى الطفل بتذكر، يعني يقال إن لم تخن الذاكرة إنه الطفل من 4 سنين، من عمر 4 سنين فما فوق بتذكر. متذكر في إلي عم رحمة الله عليه كيف واني وجزء عمري 5 سنين كنت أركض عليه أنا أولاد عمامي لما يكون مروح من الجامع ويعطينا حلو وملبس وقروش ومن هالسوالف. المهم الفكرة وصلت، بستنى بريق الشاي أني هذا هسه رجعت، يعني هاي بعد من نفس الأواعي هسه رجعت، يعني تسجيل مباشر معكم لحظة بلحظة من استوديو أبو أحمد للتصوير العالمي والإخراج الفني والسينمائي من تحت هاي الخيمة. السلام عليكم ورحمة الله.